مشاهدينا، حتى تكتمل الصورة بتفاصيلها كافة ننتقل إلى استعراض ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من رأي الخبراء ومن رأي المستخدمين. كيف رأوا هذا الخبر وكيف أيضا تفاعلوا معه؟ نبدأ أولا من الخبراء الذين تحدثوا عن هذا الموضوع. الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي المصري يقول ويشير إلى التعامل بحرص مع دلالة الأرقام التي تعلن بمستوى تحويلات المصريين في الخارج، مشيرا إلى أن الحديث عن تراجع تلك التحويلات أمر طبيعي بالنظر إلى ما أسماه بالطفرة التي شهدتها فترات سابقة بسبب تسريح أعداد كبيرة من المصريين العاملين بالخارج نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا وتوقف شركات عدة عن العمل. في هذا السياق الدكتور وائل النحاس أشار إلى هذه النقطة، مسألة الفيروس كورونا أو الجائحة أو موضوع ربما تسريح عدد من العمالة. معنا تويتة أخرى لأحد الخبراء أيضا. من جانب آخر، المدير التنفيذي السابق للمركز المصري للدراسات الاقتصادية شريف الديواني يقول أنه السبب يمكن أن يكون وراء هذا التراجع هو موضوع يعني التحويلات أو تخفيض التحويلات انتظارا لصدور قرار آخر ربما يكون بتحرير سعر صرف أفضل ما يسمح بزيادة قيمة هذه التحويلات. يعني أرجع الموضوع إلى مسألة سعر الصرف وربما العاملون في الخارج ينتظرون إلى التوقيت المناسب. أيضا تويتة أخرى من الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع علي الإدريسي يقول أن السبب هو أن سعر صرف الجنيه المصري شهد مزيدا من التراجع أمام الدولار، كما من المتوقع أن يستمر هذا التراجع وبشكل أكبر في الفترة المقبلة، ومن ثم ربما يكون الحصول يعني على الدولار أو التمسك بالدولار بشكل أفضل حتى يستطيع صاحب الدولار أن يحصل على قيمة أفضل، وبالتالي عمليات التحويل لمصر ستكون في أضيق الحدود. أيضا معنا من علي الإدريسي أيضا يقول أن الفترة التي شهدت الانخفاض في التحويلات هي فترة الإجازات الصيفية السنوية للمصريين في الخارج، والتي يمكن أن تكون في الغالب بسبب قضائها في مصر، فبالتالي انخفضت التحويلات. تويتة أخرى أيضا من خبير في الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات الدكتور مراد علي يتحدث عن هذا التراجع ويقول إنه هذا تراجع مفاجئ، ويقول هذا التراجع يأتي في الوقت الذي تطلق فيه الحكومة مبادرات تشجع العاملين بالخارج لتحويل المدخرات للداخل من خلال السماح باستيراد السيارات المعفاة من الجمارك، طرح شهادات دولارية وبعوائد مرتفعة، وأيضا طرح أراضي للشراء بالدولار، وكان من المتوقع أن تزيد هذه التحويلات ولكن حدث العكس. معنا تويتة أخرى، تويتة أخرى أيضا من الدكتور علاء السيد الخبير الاقتصادي. دكتور علاء السيد كان معنا في البرنامج اليوم، يقول أنه لا شك أن هناك أسباب عدة لتراجع تحويلات المصريين في الخارج لأسرهم داخل مصر بنسبة 21%، يقول يأتي على رأسها اهتزاز الثقة في الاقتصاد المصري وفي قدرة الحكومة المصرية وصندوق النقد على النجاح فيما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي. أخرى ننتقل إلى تفاعل المستخدمين، يعني في هذه التويتة يقول إنه البنك المركزي يعني يقول إن هناك تراجع في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 20.9% ويتحدث عن هذا الخبر. معنا أيضا من يحيى منير بيقول لما تكون جيوب المصريين هي المصدر الأول والأكبر في إيرادات الدولة بالميزانية بنسبة تفوق 70%، ولما تبقى تحويلات المصريين بالخارج هي أول مصدر للعملة الأجنبية، يبقى الناس اللي بتتكلم عن زيادة النسل لازم إن هي تراجع نفسها شويتين. معانا أيضا من المهجر بيقول بعد تراجع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة تقترب من 15% خلال شهر، هل تعيد الحكومة النظر في قانون الجمارك المكحف الذي تم تطبيقه أخيرا؟ كانت هذه بعض التويتات من المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت ناقمة وبشكل كبير على إدارة الدولة للملف الاقتصادي. وصلنا معا إلى ختام هذه الحلقة من محور الخبر. حتى نوثق الموضوع، عرضنا في البداية محورين، قلنا ضعف الثقة في الاقتصاد المصري، والمحور الآخر
تحدثنا عن سماسرة العملة الصعبة بعد النقاش مع الضيوف وبعد عرض يعني التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي وآراء الخبراء، توصلنا أنه ضعف أو انعدام الثقة في الاقتصاد المصري وسماسرة العملة الصعبة هما محوران هامان مؤثران وراء هذا التراجع الحاصل في تحويلات المصريين في الخارج. وكما قال ضيفي الدكتور علاء السيد الخبير الاقتصادي، سواء كان انعدام الثقة في الاقتصاد المصري أو سماسرة العملة الصعبة فهما نتائج واضحة ومحاور واضحة لسوء إدارة الدولة لملف الاقتصاد. فحينما ارتفعت تحويلات المصريين قيل أن هناك ثقة في الاقتصاد المصري، وحينما انخفضت نقول أن هناك عدم ثقة في إدارة الدولة لهذا الملف الاقتصادي.